كما صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 9 لسنه 2023 بتنظيم وزاره التنميه المستدامه وذلك بناء على عرض وزير التنميه المستدامه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه الماده الاولى تنظم وزاره التنميه المستدامه وذلك على النحو الاتي وزير التنميه المستدامه ويتبعه الوكيل المساعد للتنميه المستدامه وتتبعه اداره التقييم والدراسات اداره التنسيق والمتابعه اداره التواصل والعلاقات الدوليه